اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا باش نحكيو على موقع ابورك، كيف نقدروا نشتغلوا على الموقع الشهير هذا ونجيبوا اول طلب واول عمل في هذا الموقع. الاسبوع الماضي كنا تحدثنا على ابورك وكيف نقدروا نسجلوا ونقوموا بانشاء حساب مقبول 100%. تو تلقاو الفيديو هذا اسفل الفيديو في صندوق الوصف في المقالة المذكورة اللي فيها الروابط الكل اللي باش نحكيوا عليها ونشرحوها في هذا الفيديو. لكن قبل هذا ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل ولا بحر الانترنت من قناة عالم امين. واللي عنده اي استفسار او تساؤل يجي متواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بنا عالم امين على الفيسبوك وحسابنا الانستغرام، تلقاو الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. ما نطولش عليكم، نمشيو لحسابي في موقع ابورك، الرابط القوة في صندوق الوصف كالعادة. هوني تخليوا الايميل الخاص بكم، تضغطوا على الزر الاخضر هذا وتخليوا الباسورد الخاص بكم، نتقابلوا في حسابي. وكما ذكرنا في الفيديو السابق، احنا انشأنا الحساب باسماء ومعلومات متاع شخص اجنبي، فرنسي ولا امريكي ولا ايا كان. الان عند دخولك لحسابك ما عليك الا تغير اسمك الحقيقي والمعلومات الخاصة بك الحقيقية. في صورة ما اتصل بك شخص وطلب منك عمل تكون المعلومات صحيحة. كيف تقدر تغير؟ مثلا غيرت الصورة الخاصة بي والعديد من الامور. تجم تغير المعلومات الخاصة بك بالضغط على سيتينج وتغير الاسم وتغير العديد من الامور. كذلك تضغط على فيند وورك وتضغط على البروفايل باش تغير اشياء ايجابية واشياء يلزم عليك تغيرها. في المكان هذايا غيرت الصورة الخاصة بي، الرمز والا الكلمة المفتاحية اللي انا معناتها تمثلني والسكيلز اللي نقوم بيها مثل ديزاين اند كونتنت كرييتر. كذلك هوني سعر الساعة الخاصة بي خليتها انا $5. الابورك معناتها ياخذلك 20%، يعني $1. تجم ترفع في السعر هذا 10 ولا 15 كما تحب، لكن حسب ما نعرف ماذا بيك تطيح في السعر باش يجيوك معناتها زبائن ويجيوك كليون دي كليون. كذلك هوني غيرت الديسكريبسيون، غيرت العديد من الامور، معناتها ضفت سكيلز هوني. كذلك تجمو تضغطوا على كرييت سبيشاليزايد بروفايل، يعني معناتها حساب مختص. تضغطوا على الزر هذايا باش تقدروا تضيفوا معناتها تاج وسكيلز معناتها جدد ماهوش موجودين في البروفايل هذايا. وكذلك في محركات البحث في موقع ابورك معناتها تتحسن وتجيب يجيوك اعمال اخرى. تجمو تقدروا تكملوا معناتها تكملوا هذه وتضغطوا على كونتينيتي وكونتينيي. ومعناتها نظرا معناتها باش الفيديو ما يكونش طويل تقدروا تعملوها معناتها عالم فيرات. نمشي والحاجة المهمة والأكيدة في موقع أبورك واللي العديد من الناس ما يقدروش يجيبوا طلب للعمل، احنا باش نقوموا بالطريقة هذه. نضغطوا على فيند وورك ونضغطوا كذلك في على فيند وورك باش نشوفوا معناتها المهام والعمل المتوفر في موقع أبورك اللي مطابق مع البروفايل الخاص بينا. وتقدر تبحث على العمل بالطريقة الكلاسيكية اللي هي بالضغط على find work، وإلا تضغط وتكتب السكيلز اللي تقوم بيهم في السيرش وتقوم بعملية الفلترة باش تلقى العمل اللي معناتها يساعدك ويناسبك. الطريقة الكلاسيكية اللي find work، شخصيا أنا قمت بوضع content creator معناتها من بين content creator هي اليوتيوب شانل. هوني ثم طلب، هوني ثم عمل معناتها وضع 10 فيديوهات شورت يوتيوب شانل ومعناتها تاخو معناتها تربح $50. لكن الحاجة المهمة اللي هي البروبوزل، هذوما معناتها باش تقدر توضع بروبوزل لازمك هذوما ال 50 available connects. هذوما عملة افتراضية قدمها لك الابورك يوميا على ما اعتقد، شخصيا ما شربتش. على العموم باش نشوفوا بالتفاصيل باش نختاروا الطلب هذا والعمل هذا. نضغطوا على العمل الاول بحكم انا قاعد ننشر في فيديوهات على اليوتيوب، لما لا نجربوا حطنا في الطلب هذا.
قبل ما تضغطوا على سميت a proposal، يعني قدموا مقترح عمل للشخص اللي وضع المهمة هذه، يلزمكم تقرأوا جيدا المطلوب، تقرأوا جيدا المطلوب باش تقدموا كتابة جيدة للمقترح اللي باش تقدموه لهذا الشخص. تقرأوا شنو المطلوب، تروا من أي دولة، هوني ثم وقت معين وثم العديد من الأمور تقرأوها جيدا. أعلمهم المهمة هي بسيطة، مع تعمل 10 فيديوهات يوميا، الشورت يكون اللي متاع 20-30 ثانية فقط، وتاخو $50. تضغطوا على submit a proposal ونشوفوا كيف نقدروا نوضعوا المقترح الخاص بنا والاقتراح، باش تقدر تخلي proposal ومقترح في هذا الطلب في هذا العمل. الموقع ياخو من عندك 4 connects وباش يولي عندك 46 connects. يعني يلزمكم تعرفوا تختاروا العمل والوظيفة اللي باش تخليوا فيها البروبوزل الخاص بكم، على خاطر الكونكت ينتهيوا. هذه معناتها طريقة خليها أبورك باش معناتها تعرف وين تخلي معناتها العملة الخاص العملة الافتراضية اللي موفرها أبورك معناتها للناشرين والعاملين في هذا الموقع. كذلك تقدروا تشتريوا الكونكت يظل لي $0.15 20 كونكت على العموم. هذا كما قلنا العمل اللي باش تقدموا له، باش نقدم له انا شخصيا الطلب الخاص بي. هوني البادجت، هوني الاموال اللي يقترحها الشخص هذا، تقدر تخفف السعر. انا شخصيا باش نجرب يعني معاكم، مانيش محترف في أبورك. هوني الفيز ياخوهم الأبورك $8. قديش معنت الوقت باش تقوم بالمهمة؟ نعملوا أقل من شهر مثال. هوني الحاجة أكيدة ومهمة البروبوزل، كيف تقدر تكتبه باش يجذب معنت اللي قادم اللي حاطط العمل هذا. شخصيا ما عنديش تجربة كبيرة، قمت بالبحث في جوجل ولقيت المقالة الفريدة والمقالة الممتازة من هذا الموقع. رابط المقالة هذه تلقاوها في صندوق الوصف في الديسكريبسيون في المقالة الشخصية اللي أنا قمت بكتابتها. هوني قدم لكم معطيات ومقترحات ومع الأخطاء المرتكبة وكيف تكتب البروبوزل وكيف تكتب المقترح لكي تقبل ولكي تجلب أرباح. تقدروا تشاهدوا في وضع المقالة هذه ووضع رابط المقالة هذه في المقالة اللي كتبتها أنا. تقدروا ترجموا كما شخصيا كما عملت أنا الملخص متاع التوصيات هذه. كونكم في البروبوزل تكتبوا على الشخص اللي مقدم الطلب، ما تكتبوش على نفسكم واحنا قمنا واحنا كذا. معناتها لازم تقرا الطلب الخاص بهذا العميل وتلبي له رغباته. في نهايه الامر تجم تكتب لقد قمت بكذا وكذا، تجم تطرح سؤال قصير. يلزم البروبوزل هذايا يكون ما يكونش معناتها كبير، معناتها العديد من الكلمات، لازم يكون منظم ومتناسق ومعناتها تجيب على أسئلة الوكيل ولا العميل هذا. في المقالة اللي قلت لكم عليها موجود مقترحات تقدروا تنسخوها وتغيروا وتعدلوا عليها. بطبيعة الحال مقالة ممتازة ومع تفيد، يعني الشخص هذا أكيد ربح من أبورك العديد والعديد من الدولارات، من ألف الدولارات مش دولارات. نشوفه من بعضنا معناتها الكتابة والسبيتش اللي قدمه هو في أسفل المقالة باش نجدوه. هذا المقترح الأول متاع البروبوزل، تقدروا تنشروه وتغيروا عليه حسب الطلب. كذلك هذا البروبوزل والإكزامبل الثاني. وكذلك هوني اتاشمنت، معناتها الاشياء اللي قمت بها انت في أبورك، ومع ذلك لازم تقدم له خدمه
معناتها خدمتك السابقة، تقدر تضغط على أبلود، ما لازم تفوتش 25 ميجا بايت. تضغطوا على سبميت بروبوزل، أنا شخصيا باش نكتب البروبوزل ونواصلوا مع بعضنا. نضغطوا على سبميت بروبوزل، وهوني يقول لك ما تقبل أرباحك إلا من أبورك وإلا حسابك يعلق ويغلق. نضغطوا على فهمنا الاتفاقية هذه، نضغطوا على سبميت. تقدر تقرأ الشروط هذه والمعلومات هذه، لكن نضغطوا على yes I understand ونضغطوا على المواصلة. وهون يقول لنا your proposal was submitted، يعني البروبوزل والمقترح تم نشره، في انتظار انه صاحب العمل يتواصل معنا من بين الناس اللي قدمت البروبوزل الخاص بها. في صورة ما اتواصل معنا يصير مع محادثات وكلام ما بيني انا والشخص اللي قدم العمل، في صورة الموافقة يصير التبادل وين نستغل العمل هذا وهو يرسل لي كان وافق على العمل. بطبيعة الحال الأمر ما هوش سهل، يلزمه مجهود، يلزمه عمل، يلزمه خبرة، ويلزمه مهارات. كذلك تلوجوا مسيرش وتعملوا فيلتراج كما قلت لكم، وتشوفوا المهام والعمل المتوفر في موقع أبورك. إن شاء الله في فيديوهات قادمة على أبورك، كان سمح لنا الوقت وكان أنا قمت مع أشياء إضافية في الموقع هذا. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في موقع أبورك وفي العمل على مع العمل الحر والفريلانس. ننصحكم أنكم تنميوا المهارات الخاصة بكم وتوجهوا مع المنصات هذه للعمل الحر. تعلموا ولازم كلنا نتعلموا، والله يوفق الجميع. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة من قناة على ممين. إلى اللقاء.